ها منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. العذراء مريم الوالدة الرؤوفة الشفيعة الدائمة لنا والملجأ الذي لا ترد فيه طالبيه. نوي عقلنا سمع والبصر. ما سر هذا الحب العجيب يا مريم؟ تملئين القلوب بالحنان والوداعة والاتضاع، كيف لي أن أصبح مثلك يا أمي؟ العذراء مريم الكلية القداسة تقف في كل أجيال التاريخ في نقطة الارتكاز، اختارها الله لتصبح الأمة والشفيعة والمحامية والمنقذة لكل أبناء الخليقة. هي التي تصل الأرض بالسماء، هي طريقنا إلى ابنها القدوس، فكيف لا نعظمها ونكرمها ونشترك مع الأجيال في تطويبها، ونقول مع إليصابات: مباركة أنت في النساء، مباركة هي ثمرة بطنك. كان الجو رائعاً وتقويا وخاشعا، وصلينا من أجل السلام في الشرق الأوسط، وفي نهاية الصلاة كرسنا العالم والجنس البشري كله لقلب مريم الطاهر. كرسنا يعني خصصنا واعتبرنا أن مريم هي سلطانة السماء والأرض. يا مريم يا نايا ألحان السماء، إني بوجهك كل آن محدق، ينساب عطرك في حنايا أضلعي، وشذا حنانك في الخليقة يورق. منذ 12 عاما ورعية كنيسة العذراء الناصرية تلتئم في صلاة للسبحة الوردية، يبدأونها مع بداية شهر أيار من كل عام، ويختمونها بعد 100 يوم من الصلاة والتأمل مع الأم البتول. صلينا هذا المساء عشان بلدنا الأردن، عشان جلالة مليكنا عبد الله الثاني أمه الله، حتى ربنا يعطيه الحكمة السماوية حتى يقود البلاد دوما نحو المزيد من الأخوة والسلام والازدهار والاستقرار. صلينا لأجل مرضانا، لأجل أمواتنا، لأجل شبابنا صبيانا الموجودين هون والغايبين عنا. صلينا لأجل كل إنسان بيعاني في أي الدنيا، موجود هون ولا في الغربة. نقول شكرا للأم البتول لأنها هي اللي جمعتنا. جمعتنا هاي هي أعجوبة من أعاجيب مريم البتول في كنيسة العذراء الناصرية في صوفية. شكرا. إن صلاة المسبحة الوردية محببة إلى قلب مريم، وفي الكنيسة الكاثوليكية تعظم صلاة السبحة إكراما للعذراء، فهي تهذب الروح والنفس معا. فيها يضع المؤمنون صلواتهم وطلباتهم ويقدموها للأم البتول، طالبين منها أن تكون الشفيعة لهم عند ابنها القدوس. يقول لنا القديس بادري بيو: أحب العذراء مريم، صلوا المسبحة، دعوا أم الله القديسة تملك على قلوبكم. آمين.